Thank you, Madam President. شكرا يا سيدتي الرئيسة. أشكر السيد رجا سينغام والسيدة جانتي سويريبتو على الإحاطات. نحن نجل حقا ونقدر عملكم لصالح المحتاجين. نعرب عن خالص التعازي إلى جميع أسر العاملين الإنسانيين الذين قتلوا على يد السلطة الإسرائيلية القائمة بالاحتلال في غزة. اليوم نلتئم هنا مرة أخرى بينما يتواصل العدوان ضد الشعب الفلسطيني البريء لمدة 6 أشهر في غضون يوم 6 أشهر، 6 أشهر من الوحشية والعقاب الجماعي، 6 أشهر من المعاناة لشعب غزة، 6 أشهر تختبر إنسانية كل شخص منا، 6 أشهر تختبر النظام الدولي وقدرتنا على صون التعايش للأجيال القادمة. 6 أشهر دفعت السكان بأسرهم في غزة إلى براثن الجوع. محكمة العدل الدولية ارتأت وأقتبس أن الفلسطينيين في غزة لم يعودوا يواجهون مخاطر الجوع، بل بدأ الجوع يتأصل ويستشري. لمعالجة هذا الوضع، المحكمة أصدرت أمرين للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني. ومع ذلك السلطة الإسرائيلية القائمة بالاحتلال لم تمتثل. أكرر. وأخيرا، مجلس الأمن أيضا عمل عبر المطالبة، نعم المطالبة، بوقف فوري لإطلاق النار عبر قراره 27/28. ومع ذلك، بعد أكثر من 10 أيام منذ اعتماد ذلك القرار، السلطة القائمة بالاحتلال ترفض بشكل صارخ، ترفض تنفيذه. وهذا سلوك لا يرقى إلى مستوى عضوية الأمم المتحدة بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة، إذ ينبغي على الأعضاء تنفيذ قرارات مجلس الأمن. ولكن ليست هذه بمفاجأة من آلة قتل ترتكب جميع انتهاكات القانون الدولي في ظل إفلات تام من العقاب. هم على ثقة بأنهم لن يحاسبوا أبدا، والسلطة القائمة بالاحتلال تواصل ارتكاب المزيد والمزيد من الجرائم والانتهاكات. يجب أن نوقف هذا الوضع الشاذ. سيدتي الرئيسة، الجريمة المرتكبة ضد أفراد المطبخ المركزي العالمي ليست بمفاجأة وليست باستثناء. هذه هجمة استهدفتهم بشكل منهجي، سيارة وراء سيارة، كما قال الطاهي جوزي أندريس مؤسس تلك المنظمة المطبخ المركزي العالمي. هذا فصل جديد في كتاب الجرائم المرتكبة. الضحايا ليسوا من الفلسطينيين، قتلهم الوحشي يستحق الإدانة.
التغطية الإعلامية الواسعة النطاق والغضب لن يبرر إن لم يكن على مستوى إدانة قتل المدنيين الفلسطينيين. دعونا لا ننسى أن السلطة الإسرائيلية القائمة بالاحتلال قد قتلت، نعم قتلت، أكثر من 33 ألف فلسطيني، 70% منهم كانوا من الأطفال ونساء أبرياء، نساء وأطفال أبرياء منذ 7 أكتوبر. ألا ينبغي أن نذكر بمقتل 224 عاملا إنسانيا على يد السلطة القائمة بالاحتلال منذ 7 أكتوبر؟ ألا ينبغي أن نذكر بمقتل أكثر من 484، أكرر 484 عاملا في المجال الصحي منذ 7 أكتوبر؟ السلطة القائمة بالاحتلال ردها على هذه الحادثة المريعة مخزن، رد مخزن. لماذا يستحق أولئك الأشخاص 7 الاعتذار من أعلى السلطات في السلطة القائمة بالاحتلال، ولا يستحق ذلك الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء الذين ذبحوا في آخر 6 أشهر؟ لم نستمع إلى أي اعتذارات من أولئك الذين يزعمون أنهم من محبي السلام. أعمالهم معبرة، فهم يقولون أو أعمالهم تشير إلى أن الفلسطينيين ليسوا كبقية بني البشر. قالوا إنهم حيوانات بشرية، هذا ما قالوه. بالنسبة إلينا كل الأرواح مهمة، كل الأرواح مهمة، ولأولئك الذين يؤمنون بأهمية التحقيقات والعدالة أقول لهم: أين العدالة؟ أين العدالة؟ أين العدالة لريتشل كوري؟ أين العدالة لجيمس ميلر؟ وأين العدالة لتوم هيرندال؟ والقائمة تطول. هؤلاء من الناشطين من أجل السلام، لقد قتلوا منذ سنوات ولم تعلى العدالة، لم ينصفوا. يقتل العاملون الإنسانيون في غزة، وهذا في إطار عقيدة قمع واحتلال تمارس في فلسطين. قتل الفلسطينيين ومن يتعاطفون معهم، فأمامهم تفويض مطلق بفعل ذلك. ومرة أخرى سيقال: هذه حوادث مؤسفة، والضحايا هم الذين عرضوا حياتهم للخطر عندما دخلوا منطقة حرب وهم على دراية بذلك. هذا بكل بساطة ما سيقال. سيدتي الرئيسة، منذ بداية العدوان الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات غير الحكومية والأطراف الإنسانيون والدول الأعضاء كلها قالت إن آلية التخفيف من المخاطر في غزة لا تعمل، بكل بساطة لا تعمل، ليس بسبب غياب التنسيق بل بسبب أعمال متعمدة لنشر الخوف في صفوف الفلسطينيين والراغبين في مساعدتهم. هذا ما قلناه،
ونكرر ذلك مرارا وتكرارا، ونكرر ذلك اليوم. العاملون الإنسانيون لا يمكن أن يطلب منهم الخدمة معرضين حياتهم للخطر. يجب أن يتأكدوا من وجود ظروف تسمح لهم بالوصول إلى المحتاجين، ووقف فوري لإطلاق النار وحده القادر على تهيئة تلك الظروف، وإلا سيظل الشعب الفلسطيني وحده وسيأتي الأسوأ لا محالة. آلاف الوفيات ستقع بسبب التجويع وفقا لمختلف التقارير. إذن مشاهدينا، بينما نتابع هذه الجلسة المخصصة لمجلس الأمن المنعقدة في نيويورك بطلب من الجزائر التي يتحدث مندوبها الآن على الشق الآخر من الشاشة، نتابع هذه الصور والتي تشير إلى الأخبار العاجلة التي ظهرت على شاشتنا قبل قليل، وهي عن استهداف الجيش الإسرائيلي بغارة جوية لمنطقة مرجعيون. يشير مراسل الحدث لأن المكان المستهدف يعد أحد المقار لحركة أمل، وهي المرة الأولى التي تقوم فيها إسرائيل باستهداف مقرات أو حتى شخصيات أو أشخاص لحركة أمل. نعود مرة أخرى لمتابعة هذه الجلسة المخصصة لمناقشة وبحث دخول المساعدات إلى داخل قطاع غزة، ولا زال مندوب الجزائر يقدم إفادته. يجب أن نعمل باسم الإنسانية، يجب أن